السلام عليكم أيها الرائعون، مرحبا بكم في قناة مع تي في. مرحبا بكم في حلقة جديدة وفكرة جديدة إن شاء الله. حلقة اليوم أو فكرة اليوم إن شاء الله هي طريقة إصلاح الشنيور أو المثقب باللغة العربية. الطريقة اللي جد سهلة وبسيطة، سأريكم إن شاء الله طريقة إصلاح والاستفادة من هذا الشنيور. إن شاء الله سأحاول جاهدا أن أتكلم باللغة العربية لأن لدي متابعين من الدول العربية مشكورين من هذا المنبر، من هذا المنبر عفوا اوكي قليلا لأنني لا أجيدها كثيرا. سأحاول إن شاء الله أن أتكلم بها. ومرحبا بكم في قناة مع تي في، لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد إن شاء الله. كما شفتو تنحلو هكا، هما حلينا بيسال باش عندنا الشنور ديالنا هو هذا. كما شفتو الشنور دابا ديالنا هو هذا. هو المهم المشكل اللي عندنا حنا هو باين، المشكل اللي وريتكم ولا ما وريتوش لكم عفوا، هو ان حنا تيطلع لنا هذا بوحدو. شفتو صوركم تيكون كيتوقع ليه، تركبوا الكابل كما شتي الشنور ديالنا هو هذا. كما شتو دابا كما شتو تيخدم، هذا ما تيدورش كما شفتوها. كما شفتو هذا عندنا ما تيدورش، غادي نصلحوه ان شاء الله. الكابل ديال الطو ديالو غندير طول الاضاءة ديالنا. كما شفتو حنا اول حاجة الا خسرنا الشنيور، اول حاجة تنقلبو هو الكابل. كما هو كما شفتو التيستور هو هذا، كما شفتو التيستور ديالنا هو هذا. تنقلبو الضو، تنقلبو بحال هكا الضو هنا، البلاصه اللي عريانه كما شفتو بحال هكا تنقلبو ياك، وتنديرو صبعنا فوق هنا اللي التيستور اللي غني التاري في كلشي تاعو فيخدمو. تدير صبعك هنا شعلات البوله هو هذاك، ما شعلات تشوف الكابل الاخر هو هذا، الكابل اللي داخل هو هذا. الا معري مشي بلاصه هو هذاك، ما معري تنشوفو شي بلاصه اخرى انا اللي معري منها. كما شفتو تنديرو هكا تنشوفو البوله اللي خدامه هو هذاك، ما خدامهش راه تيفو كاين في الكابل، يعني وعسك من هادو خاصو يشعل فيه يشعل الضو في تيستور ياك. هذا هي الطريقه الاولى خاصنا باش نعرفو، لان شحال مره تبدا نشدو بحال هكا شي بياسه ولا تبدا تلعبو فيها وحنا ما عرفناش بلي تيكون الضو من الكابل. الكابل هو اللي كان مدوز الضو وحنا تا خدامين في حوايج اخرى. المهم الحاجه الاخرى الا ما خدامش الشنيور هو تنجيو للشربونات. كما شفتو هاد الشربونات اللي تيكونوا هنا هما هما، كما شفتو هاد الشربونات الا لقيناهم ماتو هادو هما. كما شفتو هما هادو الشربونات هما بحال الشكل ديال هادو، باقي مزيانه كما شفتو. الا لقينا الشربونه مات ما بقاش فيها الكحوليه خاصنا نبدلوهم ويخدم الشنيور، وغالبا ديما تيكونوا خاصين هادو. احنا انا وريتكم سميتو وريتكم الطريقه، ما المشكل ديال الشنيور اللي عندنا حنا باين المشكل ديالو هو انه ما تيدورش كما شفتوها. وشنو هو التيفو كما شفتوها ما تيدورش. المهم التيفو اللي في هذا غادي نحيدوه، كيما شفتو حيدو لي هاد الراس ديالو. هو هادو اصلا موكلين واحد شويه كيما شفتو، ولكن باقي خدامه، موكلين واحد شويه ولكن باقي خدامه صمرش. كنشريت لها كاع واحد اخر، كنشري بحال هذا ولكن هذا كبير كيما شفتو ما خدامش ليه. انا كنت لقيتو بالخرجة كنشريتو 5 درهم اللي هو $9 تقريبا كما شفتو هو. قلت انا واش التيفو من هذا، ملي لقيتو لقيت التيفو ماشي من هذا كما شفتو هو، هذا راه كبر منه. شنو التيفو من التيفو هو هذا شتي كما شفتو هنا، وساعدها نجبدو هذا كله كما شفتو. كما شفتو هاد الثقوبه هنا وسعت لي هذا شتي تنديرو في هذا، ولا الجو بزاف تقريبا واحد الجو اللي ما بقاش واصل هنا كما شفتوها.
مابقاش يوصل لها ديما بقيت تشد والو. انا لقيت واحد الجيبه كان عندي واحد الشنور قديم حيدتها من هذا كما شفتو هي، شفتو واحد الجيبه اللي هي صغيره تركبو بلاصتها داو كما شفتو ركبوها تما كما شفتو تنقص ما تيبقاش الجو فيها تيولي شاد فدا كما شفتو كيولي لنا هو مابقاش الجو فدا بزاف ولا شاد وتنحيدو هادو ركبوهم ها تركبو هادو بلاصتها وركبو هادي نحيدو الشربونات هاجي كيما شتوها كيما شتو ولا شاد مزيان هو كيما شتو ولا شاد مزيان بعد ما كانش يدور نجربوه دروكا كيما شتو ولا تدور لنا كما شفتو اخوتي تقريبا هذا هو الديفول اللي عندنا في هذا الشنور هو وصلحناه. واش اخر اللي ممكن يكون خاسر فيه؟ المهم بالضبط تيكون هادشي اللي خاسر ولا تتكون خاسره السويتشه هي كما شفتو السويتشات اللي تتخسر فيه تيخسروا فيها شي فيزيبيليتي لداخل ممكن تولي تدوز انت الضوي ديالك اللي ساقت عاديه السويتشات تخسر هذه تاع سميتو. المهم هادشي اللي تيخسر في هذا في الشنور تقريبا هادشي اللي تيخسر فيه ولا تتخسر بحال هكا هاد اللورما هادي كيما شفتو هادي هاد الكرناج تيخسر تنبدلوه ولا شي لورما من هادو تهرس مبقاش تدور مزيان ولا هادا هو كيما شفتو هادي تيحفاد تا هو تشري شي واحد من الخردة ولا بحال الشكل ديال هادشي ولا هادشي موجود في الخردة تشري كيما شفتو خوتي بعد ما كانش هنا مخدمش هادا متيهدرش هو نجربو دروكا كما شفتو اخوتي الشنور ديالنا ولا ختام. شكرا لكم بزاف.